السلام عليكم الحباب، كديرين بخير؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم على سعاد فلوق. فيديو جديد اليوم غادي يكون واحد الفيديو مختلف، واحد الطبق اللي غادي يكون شعبي. كما كتشوفوا معايا عندي الكوارع ديال الخرفان ديال الغلمي، ها هما بعد ما غسلتهم نقيتهم على هذا الشكل وتشهيتهم، وهادو راه شوفوا راه ما كياكلوهمش ليا. راه دابا كل واحد داير يعني شنو كياكل. الزوج ديالي داير لي بات، ولدي الكبير داير هذوك لي ترونش دو دان، وولدي الصغير كما العاده ياكل معايا هادشي اللي عطيت عليه. المهم هو اللي كياكل معايا جميع اللي، وانا تشهيت هادو قلت علاش لا نتقاسم معكم الطريقه ديالي انا كيفاش كندير ليهم. عندي هنا الكويرعات، راه راكم عارفين كيجيو بنين واخا ما فيهم حتى بقى شي حاجه، ماشي مشكل نقدر نخليها في الثلاجه. عندي هنا قبطه القزبر ومعدنوس مربطين على هذا الشكل. عندي واحد جوج فصوص الثومه غادا نقطعهم غير هكا حيت مع الطياب غادي يتسد. عندي واحد المطيشه مقطعه رقيقه غير وحده، هاد كي اللي كيدير فيهم مطيش تحك، انا ما غنديرش مطيش تحك، نستعمل غير وحده هكا. عندي تقريبا واحد بصلات مويان البيضين هكا مقطعين. عندي الحمص ديال هاد القدر ديجا كان عندي في كونجيلاتور. عندي عود القرفة، ندير واحد المعلقة كبيرة ديال الكركم، الإبزار، فلفل أسود، اسمح لي جنجبير، راس معلقة ديال الفلفل الأحمر الحميرة، واحد الراس ديال معلقة ديال الثومة بودر، الملح حسب الذوق، وانتم الا كان عندكم القرنفل ديروا مثلا جوج تريوس ديال القرنفل، انا ما عنديش. صافي هادو، وغادي نزيد عليهم في غدا شويه نضيف عليهم كلشي، غنسد على كلشي حيت هادو ماشي ديال البقريات الغلمي دغيا، غيطيبوا لي مع الحمص، وغنضيف حتى العنب الابيض. زيت الزيتون، زيت العود، انا ما كنطيبش بالزيت العاديه، زيت العود شي مشكل واخا تكون تكثروا راه زيت العود راه صحي. المهم هادو هما المكونات، صافي غنديرهم فوق البوطة، نتسنى بين ما طاب الماء ونخوي عليهم ونسد. ورجع معاكم كويرعات، كريوعات سمحوا ليا، كوارع أولا الكراوع أولا ما الهرقمة، جاو على هاد الشكل كما كتشوفوا.
جات المريقه خاتره ديالهم وجات اللون كيشهي، ماشي داك اللون اللي كيجي تحل. بسم الله. المهم راه طابوا على خاطرهم، حمص طاب، كلشي طاب. قبل ملي طابوا وحليت عليهم راه زدت فيهم واحد المعلقه ديال السنيده، غير معلقه صغيره، انا ما عنديش مع الحلاوه بزاف. المهم درت واحد المعلقه على قبل ولدي. لاصوص شربو ما جاوش، المرقه ديالو ما جاتش جاريه، جات عاقده شفتوها. واللي كتوحم تسمح ليا، خيركم راه في ديوركم، تسمح ليا اللي كتوحم وجات عينيها تسمح ليا بزاف، واللي كتوحم وكتكون حدايا ولا في المدينه اللي انا وعجبوها وبغاتهم من يدي، مرحبا على الراس والعين. المهم هذا هو الطبق، جا على هاد الشكل كما كتشوفوا، ونتمنى النتيجه تعجبكم، وان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى. هذه راه تقليديه معروفه عندنا حنا في المغرب، الكرعين والحمص والزبيب كيجو رائعين صراحه. قليل اللي ما كياكلش، كاين اللي ما كياكلش، اغلبيه كتلقى ضروري شي واحد في العائله ما كياكلش الكرعين، ما كياكلش لحم الراس. المهم حنا النساء راه كنحماقوا على هادشي، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم مع وصفه اخرى جديده. السلام عليكم.